ثم احمد برام، انطلاقه سريعه من هنالك عن طريق البرازيلي لوكاس كايو. رائع من كايو، كره خطيره، بابا 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 فايز، الشحات جول، بابا 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 حسين الشحات ببراعه جاء من القاهره وحطها في الجول. هدف ثاني عند الدقيقة 16، يا سلام، ثلاث لمسات كانت كافية للعين لتسجيل هدف ثاني ولا أروع. استلمها حسام الشحات وبيمناه وحطها بيسرى في الجول. وينك يا معز يا بن شريفية؟ استرجعت الكرة هنا، التوانسة كانوا يتوقعون خطأ الحكم، قال لا، ليس هناك خطأ من الياباني في تقدير الحكم. أحمد برام وصلها من هنالك للوكاس كايو، التوغل والتمرير في اتجاه حسام الشحات، استلم كرة بيمناه وحطها بيسرى بيمناه في الجول. يا سلام يا سلام يا سلام، أيها الشحات وجول. قطرية في الوسط، كريم بودياف يلعبها، خطيرة، تسديدة، بابا 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 جول. قلت لكم بأن السر يكمن عند حسين الشحات، يفعلها حسين، استلمها حسين وسددها الشحات وسجلها الأهلي هدف أول. يا سلام، الدقيقة 30 يفك شفرة المباراة حسين الشحات ويهز الشباك ويفتح مجال التسجيل الأهلي. لعبة ولا أروع من حسين، استلمها وسددها وسجلها جول. هاي اللعبة ضيعها كريم بودياف وضيعها من هنالك اللاعب بسام الراوي، تسديدة رائعة جدا على يمين الحارس وجول. هدف أول من أول كرة ومن أول فرصة، حسين الشحات يهز الشباك ويفتح مجال التسجيل لصالح عناصر النادي الأهلي في هذه المباراة. كرة للشحات، واحدة الكهرباء، يلم كرته كهرباء، يلم كرته، يلم مرة ثانية، مرة ثالثة، تسقيطها في اليمين، خطير، شحات، شحات، شحات.